ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العذراء ليوم الاحد 22 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اغسطس ل 3 سبتمبر. مواقفك النهارده تعتبر غير متوقعه، بيلعب القدر لعبته معاك. هتلاقي نفسك امام مواقف كتيره ما كنتش متوقعها، لكن ما تشتغلش بالموضوع ده بشكل كبير. لو كان باستطاعتنا اننا نتوقع كل حاجه هتغيب عننا ملذات حياتنا، علشان كده ما تنعيش حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك. على العكس، خليك يقظ أكتر. الحياة دايما بتشيل ليك مفاجآت تبقى سعيدة أكتر. توقعات العشرية التانية مواليد 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر. هتواصل كل مسارك، هتتابع من خلاله أهدافك بسبب كل الظروف اللي بتعتبر متغيرة. بيبدو أن هدفك النهاردة هيبقى خارج السيطرة من جديد. لازم ما ينتبكش اليأس ولا الإحباط. هتبتدي أنك تعمل إعادة لتفكيرك في مواقفك بتمعن أكتر. ممكن يكون مجرد انطباع، وممكن تخلي الخسارة تبقى في أضيق الحدود. هتاخد اجراءاتك المناسبة. لو كان الوضع مش كده، هتفتكر ان مخطط الرحلة يبقى غايتك في حد ذاته. توقعات العشرية التالتة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر. هتقتصد اكتر في مواردك، هتزداد المشاكل اللي بتبقى بتصادفها في طريقك. علشان كده خليك حريص اكتر، علشان ما تنفس الموارد البدنية والنفسية منك. اتأنى اكتر في انك تحدد المشاكل اللي ممكن تبقى بتمثل ليك اعاقة بشكل جدي في مسارك، وهتستحق منك انك تفكر فيها وتكرس طاقتك ليها في مواجهتها. حتى في الشأن ده، حتى لو كنت بتسيء تقدير الاشياء، ممكن يؤدي بيك بكل سهولة لمشاكل صحية.